شوفوناها شوفونا شوفونا بشوفة، كيف لو عد عد لا تهرب مني عد عد لا عد عد شوفه من تكفون اللي تشوفونها بيشوفها كيف العمل لا مشاهدته ولا سمعه كيف العمل لا مشاهدته ولا سمعه ولا سمعه هذا البيت الأول هذا البيت الأول كيف العمل لا مشاهدته ولا سمعه والله لو من زين صوتي دمتي دمه عليك ما تنزل دموعي عليك ما تنزل دموعي الكاذب الله يصيب امه ملكيك لو كنت موجوعي ملكيك سيد لو كنت موجوعي سيد جعل عيني ما تبكيك ولا تبكيك ولا تبكي ولا تبكي ابو شاهد الهمه الهمه اصمل وبصمل بموضوعي اصمل وبصمل بموضوعي غروك نغروك نقلت النمه وانسوك نومي على كوعي وانسوك نومي على كوعي واليوم وصلي بنت كان ابغته اليوم الزهره الضما واليوم وصلك فلا تم فيها لا لا في شيء لها يمنية ذكرها بس ما أدري إيش بدايتها أنت شوقي لا ثاني أنت روحي إيه لا أنت لا روحي. أنت روحي عطنا عطنا اللي يقول يا دار قذا شاق لا هذه لحن طويل بل الثانية وشي غريب الدار ما والله ما تغنون والله ما تغنون والله ما نحفظها الا شو اسمه الضيقه اللي دائما تالي يا صير لا دقيقه شفتها شيء يمني وانا عارف يا اخوي وين ليمن بين ادور راحتك شفت عرفها انت بتدور بين ادور راحتك طيب وانت بتدور غذايا كيف ادب في عشقتك وانت دايب في سوايا متى يا غيبتك لا عرفت اللي يقول له اروح المكان اروح المكان الخابر اروح المكان الخابره لا اولا شلون يا هيه التفت لي واسمع دعايلك يا هيه ترى عادك تشبع من الوعد وتواجه لا لا لحنها اسمع عاد لا لا مو بلحنها لا لا يقول يا هيه يا هيه التفت لي واسمع عدعيلك يا هيه ترى عادك تشبع من الوعد كل واحد بيقول بيت يلا دعتك بصوت يوصلك له ما تحي وانا خابر اذنك من صوت الاجاجا عليك الفواد خلاجهم صمخ الراعي خف الله في راعي ما تسمع اخلاجه ترى العفو لا ترى العفو قد جاك ترى العفو قد جاك اوله ترى العفو قد جاك اوله واغتنمت عليه وترى البحر ود وترى البحر ود ترى البحر ود اروح المكان خابره خابره يتي اسوق القدم صبه وهي ما لها حاجه جعلها الجبائر كان ما راح بعطيك مياه بعطيك مياه يقول بعطيك مياه بعطيك مياه المكان خابره خابره ياتي اسوق القدم صبه وهي ما لها حاجه مكان مكان انا خابر معري والله ما عاد احد منكم يغني شحنتوني يقول يا هيه التفت لي واسمع دعايلك يا هيه شحنتني والله تشبع من البعد وتواجه
فيني داخل دعيتك بصوتي يوصلك ليه ما توحيه وانا اسمع ضلوعك من صدى الصوت لجاجه عليك الفؤاد اخلاجه مصمخ الراعي خلاص ما تسمع اخلاجه ترى العفو قد جاك اوله واغتنم تاليه وترى الود بحرا غير لا تامن امواجه وترى الود ليل مظلم من جيت لك ساريه سراجه وصالك والجفا ينفخ سراجه وترى قصرنا اللي كم سنه نجمع ونبنيه هو العدل طيح بابه العود وسياجه لايام ما ادري وين دارك ولا ادري ليه وانا خابر اني باب شفك ومزلاجه وطبع حبك بقلبي والايام ما تمحيه هذا هجرك يحاول يموجه ولا ماجه يموت الامل لكن اضرون الغلا تحييه وعروق الوفا في القلب والروح وجاجه خبرته حد يبكي على واحد يبكيه وخبرته حد مسجون ما يبغي افراجه احبه ولا بغضته على شيء يسويه ولا زالت رقاب الرجا فيه من عاجه عسى منزل انضمه حقوق الوسم تسكيه وتضحك له الدنيا وهو يضحك حجاجه الشاعر الكبير محمد المختص. طيب انا طالبك طلبه انت ويا ابو انا رجال طال عمرك والله اني تعبان ورجيلي والله رجولي الله تشلني ابيكم طال عمرك تاخذون بي جوله على القريه تكفى يا خنوره رجال طلبنا وراه حط حطي عشان ما يزعل انا طالبكم طلبه طبعا طلبتكم غير المصر ابي اشوف القريه زيد رصيدك زيد فرصتك يلا وجهك يلا وجهك جعل الشايف ما عاد يضرب بكل مجال بس لا طيح انا والله ما حد يزعل لازم احسن لحظه خنوره لحظه خليني اقجيني وجهك كذا بطيح ما انا برضعك لحظه اني بس تنقلك اركب لحظه ما عليك اني برضعك ابي اجلس كذا عشان ما اطيح بس ايوه اشوف دقيقه لا والان يتوجه سفير والان يتوجه سفير الوقف عبد الله بن سعد الى جولة في هذه انا مر المكتب لا هل تريد ان اجيب هذا ب 5000 اجيب لك النص لا بيض وجهك لا ويتجول الان سفير القرية بهذه الاجواء تالي الليل ليستفقد ابراهيم انا ما احبك يا ابراهيم انه يقول انه يقول اني انا اكره ابراهيم وسجن سجن عليه يتفقد السجن لا 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 السجن ما هو اللي شفته لا لا وانه يخرج بهذه الاجواء الجميله الرحمن نعم نشرت الاخبار في الساعه 9 في عاصمة الخرطوم توري باري كريمين ما تقولي من الحمد لله رب العالمين الرحمن